نرحب بكل مشاهدي ال بي سي اي والال دي سي، واكيد هلا بدنا نرحب بكل الاشخاص اللي اخذين اوراق يوميه وناطرين يشوفوا حظهم مع هاللعبه يلي بتربحكم بين ال 35000 ليره وصولا لل 120 مليون ليره. حظ موفق للجميع. قبل ما نبلش مثل العاده بدنا نرحب بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه استاذ رئيسة. اهلا وسهلا فيك عن جديد. قد ايه حلوين هالالعاب، بيعطوا طاقه ايجابيه عن جد بالفعل. مزبوط. ان شاء الله يكونوا ناس اللي عم يحضرونا هلا كمان هيك عندهم طاقه ايجابيه وبالمقابل يربحوا باخر السحب ان شاء الله. ان شاء الله بنبلش مع اول سحب اليوميه 3. أول طابة رقم 4، من بعد 8، والطابة الثالثة 5. أرقام يومية 3 لسحب الليلة هن 4 8 5، هول الأرقام الرابحة. إذا كنتم تاكسينهم بالدور يعني ربحتوا معنا القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة، وإذا متاكسينهم حيلا القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 70 مرة. هلا أنا وياكم ننتقل لسحب جديد شبكة اليومية 4. أول طابة من بعدها الرقم 1 0، طابة الثالثة والطابة الرابعة 4 عن جديد 4 1 0 4، هول الطابات والأرقام الرابحة بشبكة اليومية 4 لليلة. إذا كنتوا مختارين هول الأرقام بالدور القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 4000 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري، وإذا كنتوا مختارين هول الأرقام حيلا القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 150 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. هلا أنا وياكم ننتقل لآخر سحب لليلة لشبكة اليومية 5. طابة رقم 1 3 0، واحد 3 0 0 عن جديد، والطابة الأخيرة بشبكة اليومية 5 لليلة بتحمل رقم 8. 1 3 0 0 8 الأرقام الرابحة أو الطابات اللي اخترتهم المكنة لشبكة اليومية 5 لليلة. إذا أنتم كمان كنتوا مختارينهم ألف مبروك لكم. إذا اخترتوهم بالدور القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 40000 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري، وإذا كنتوا مختارينهم حيلا القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 350 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. هلا بنرجع لعند أستاذ زار، لو سمحت أستاذ زار تأكد لنا من الأرقام تفضل. أكيد. سحب يومي رقم 497 بتاريخ 2/1/2018. الرقم الربحان ليومية 3 هو 485. يومية 4 الرقم الربحان هو 4104، ويومية 5 الرقم الربحان هو 1300. شكرا لك استاذ سعد. اهلا وسهلا. اكيد نحن بنشوفك ان الله راد نهار الخميس. اذا الف مبروك لكل الاشخاص اللي ربحوا معنا بسحب الليله. بذكركم انه شبكات اليوميه اللي قدرتوا تربحوها او تطلع لكم كهديه بالباكجز يلي كانوا بالاسواق خلال فتره العيد، هولي لسحب تاريخ نهار 8 الشهر ان الله راد، يعني انطرونا ب 8 الشهر باليوميه 3، يوميه 4 واليوميه 5. وانا بشوفكم بكره بسحب جديد لليوميه، وانا وسيزار ان الله راد اذا نهار الخميس باللوتو بيزيد واليوميه. من هون لوقتها تبعوا على حالكم. باي باي.